ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم فيديو جديد وهو فيديو الكنتاكي. الكنتاكي الرهيبه زي ما بنشتريها من بره او من محل كنتاكي بالظبط، ويمكن احسن كمان. طب احسن ليه؟ علشان هي مضمونه وعارفين احنا عاملينها ازاي بايدينا، وكل حاجه فيها احنا واثقين منها. بصوا الجمال والحلاوه، شايفين اللون الذهبي التحفه الروعه الجميل ده. بصوا تحفه. وكمان هنفتحها من جوه علشان نشوف شكلها. انا جربت وصفات كتيره جدا جدا للكنتاكي، بس ما فيش وصفه ظبطت معايا زي الوصفه دي. بصوا كده معايا، ده الصدر. عارفين يعني ايه الصدر؟ الصدر دوت بيبقى طبعا اللحمه بتاعته بتستوي بصعوبه، مش بصعوبه بس بتاخد وقت كبير جدا عقبال ما بتستوي، لما كمان بنيجي نعملها في الكنتاكي بالاخص بتلاقوها مش مستويه السوى اللي احنا متعودين عليه او اللي احنا بنحبه. لكن المره دي بصوا هي مستويه جدا ازاي معايا، شايفين؟ واللحمه بتاعتها طريه خالص وجوسي وجميله جدا جدا جدا. بس تتبعوا بقى المقادير والحاجات اللي انا مستخدماها وتستخدموا زيها بالظبط علشان تطلع لكم نفس النتيجه اللي طلعتها لي دي. يلا بينا ندخل على المقادير عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي بقى الفرخه زي ما انتم شايفينها كده، نبتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده. انا هنا مستخدمه فرخه كيلو 100 جرام. اقصى حاجه ممكن تستخدميها فرخه يكون وزنها كيلو و300 جرام، ما تزوديش عن كده، علشان لو زودت عن كده مش هتطلع معاكي حلوه، وكمان مش هتطلع مستويه من جوه. ويستحسن تجيبي فراخ تكون مجمدة من السوبر ماركت، بتبقى جميلة جدا جدا، وهتبقى يعني حلوة في الوصفة بتاعتنا دي. انا هنا مستخدمة فراخ مجمدة من السوبر ماركت ونوع فراخ تكوني انتي واثقة منه او معروف وتجيبيه تستخدميه، بيبقى حلو جدا. او ممكن تجيبي فرخة كيلو مثلا ومية جرام ومتين جرام كده، وتشيليها عندك في الفريزر، تقعديها يعني اسبوع ولا حاجة كده في الفريزر وبعد كده تستخدميها، مفيش مشكلة. ونبتدي نقطعها بالشكل ده. انا هقطع الفرخة بتاعتي لتسع قطع، مش تمانية، تسع قطع، وهتشوفوا معايا. انا كده خلاص قطعت اربعة وقطعت الورك كده، قسمته لاتنين، وبفصل العظمة بتاعت اللي هي الحتة العريضة دي، بفصل العظمة بتاعتها عن اللحم كده زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو، وابتدي اخد الجناحين واخد مع الجناحين قطعة كده من الصدر علشان يبقى الجناح برضو في حتة لحمة كده من الفراخ، ما يبقاش الجناح بس. وخدي حتة حلوة يعني. ونيجي بقى عند الصدر نبتدي نقسم الحتة، الجزء اللي تحت ده كده نقسمه بالسكينة، والجزء اللي هيبقى ده هنقسمه نصين. يبقى كده الفراخ بتاعتنا تسع قطع مش تمانية، خليكوا معايا في الحتة دي اهو. هبتدي بقى ان انا اقطع كده الصدر بالشكل ده. بصراحة الصدر يعني بتاع الفرخة لما قطعته يعني ضايقني جدا عقبال ما عرفت ان انا اقسمه نصين. ودي بقى الحتت اللي بتبقى في الصدر من تحت برضو شلتها علشان برضو هحطها في نفس المحلول اللي انا عاملاه دوت في الفراخ، علشان فيها لحمة وكده مش هينفع طبعا ان انا ارميها، فهقليها برضو مع الفراخ دي. معايا هنا مية حاطة فيها فلفل اسمر ومعلقة خل وشوية ملح، وهحطهم كده في الفراخ وهدخلها التلاجة تقعد مدة 24 ساعة. تعملوهم من بالليل وتستخدموها الصبح. دلوقتي بقى بعد ما الفراخ عدى عليها يوم كامل، هنبتدي بقى ان احنا نعمل الكفر بتاعها. بسم الله. لازم نسيبها يوم كامل في المحلول اللي احنا عاملين ده، اللي هو عباره عن ميه وشطه وملح وخل بس كده، مش هنحط لها اي اضافات تانية. في ناس بتحطها في زبادي وفي ناس بتحط لها لبن، لكن لا، دي يعني الطريقه الاصليه بتاعه كنتاكي.
دلوقتي بقى معانا 3 كوبايات من الدقيق، حط عليهم نص كوبايه من النشا. البهارات بقى اللي انا حطاها، حط معلقه كبيره من الملح، ونص معلقه بابريكا، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه كركم، ربع معلقه كزبره، ربع معلقه شطه، ربع معلقه جنزبيل، قرفه، ورشه كده بسيطه من الحبهان، وحاطه كمان ربع معلقه من الكمون، ومعلقه كبيره من اللبن البودر. هنجيبهم بقى كده مع بعض. وكمان في حاجة نسيتها، معلقة من الكريم شانتيه. هنا حاطة كريم شانتيه خام، مش متضاف له سكر ولا اي حاجة. خلاص كده. هنا بقى جبت طبق كده معايا، حاطة فيه شوية مية، وكمان حاطة فيه مكعبات من التلج، عشان الميه بتاعتنا دي عايزينها تبقى متلجه. تسمي بالله كده، هنزل كده في الميه. بصوا انا بقلب ازاي بالشكل ده كده، عشان ادخل كل المكونات او الدقيق كله في الفراخ بتاعتي. بعد كده هنزلها تاني في المية. لو انتوا عايزين بقى الكفر يبقى ضخم او يبقى كتير، يعني هتنزلوها في المية وتطلعوها مرة واثنين وتلاتة، لكن لو انتوا عايزين الحجم بتاعه وسط يعني او معقول، فمرة واحدة او مرتين كفاية. او زي ما انتوا شايفين كده، افضل اقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حوالي كده 10 مرات. اهو خلاص كده، هو كده خلص معايا. معايا زيت بقى على النار زي ما انتوا شايفين، والزيت لازم يكون كتير، يعني زيت غزير، ما ينفعش زيت قليل، والنار بتاعتي وسط مش عاليه. بسم الله. بس كده، مش هنحط غير هما 3 حتت، ما نقطعش عن كده علشان يستوي كويس، وكمان الزيت بتاعنا ما يبردش. وهغطي كده الزيت زي ما انتم شايفين كده، بس اسيب فتحه بالشكل دوت عشان تخرج السخونيه منها. خلاص كده، هما كده حلوين قوي قوي، بياخدوا معايا حوالي 10 دقايق او 15 دقيقه، وبقلب فيهم كل شويه. بسم الله، شايفين؟ اكتر حاجه هتخلي الوصفه تنجح معاكم ان الفرخه ما تكونش كبيره، يعني الفرخه بتاعتكم ما تكونش اكبر من، يعني اقصى حاجه فيها 1.3 كيلو، ما تكتروش عن كده يا جماعه، علشان مش هتستوي معاكم وهتبقى نايم من جوه ومش هتعجبكم خالص. انا الفرخه زي ما قلت لكم مستخدماها، مستخدم فرخه وزنها 1.1 كيلو. خلاص كده الكنتاكي بتاعنا خلص زي ما انتم شايفين، بجد وهم، وطعمه جميل جدا جدا ومستويه. مش عايزه اقول لكم انا جربت كتير جدا كنتاكي، كنت بجيب فراخ اللي هي من عند الفرارجي او من عند بتاع الفراخ، بس بصراحه ما كانتش بتبقى مستويه استوى اللي هو، وما كانتش بتعجبني. وجربتها باكتر من طريقه، لكن الطريقه اللي انا عملت بيها المره دي وكمان بالفراخ اللي هي المجمده فرقت كتير جدا جدا. وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. بصوا دي بقى انا ايه، يعني ما قدرتش اقاوم، يعني ده انا واقفه كده بالعافيه دقتها. بصوا شايفين السوا،
شايفين اللحمة بتاعتها مستوية جدا 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 والله العظيم، يعني ما بكدب عليكم هي فعلا مستوية، مش عايزة اقول لكم قد ايه. يا رب بقى تجربوها بالطريقة دي، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي لو انت اول مرة بتشوفوني عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. سلام عليكم.